من صحارى ما بعدها صحارى، من أرض عرفتها قوافر العالم القديم بتحدياتها وصعوباتها، لم يبقى من أعداء الإمبراطور إلا شخص واحد، الكوماندر. تعليماته واضحة وحازمة، متفائل بحماس، يكره الاستسلام. أدب يا مهاجميني راس مالي اللي راح أوصل فيكم للحصن ونهزم الإمبراطور والقهوة بالإمبراطورية. مستعدين؟ حلم واحد يجمعه مع المهاجمين، الوصول إلى الحصن. الحصن وصل إلى المملكة العربية السعودية. انطلق الحصن. داخل الحصن امبراطور عصبي وغريب الأطوار. والله بقيت امبراطور. صاحب القلعة وقائد المدافعين يصمم الحواجز الصعبة لمنع المهاجمين من الوصول إلى قلعته الحبيبة، أمه الوحيد. ما قلنا 100 مرة أثروا العرش ده. البقاء على عرشه الفخم. غض البصر. إيه الإحراج ده؟ معقولة؟ معقولة إمبراطور كده رجليه عاملة كده في عرشه؟ أستغفر الله العظيم. ارجع كما كنت. إيه آخر الأخبار؟ طال عمرك الكوماندر. جاي وجايب مهاجمين يهجمون على الحصن. عيد الجملة أهدى شوية. طال عمرك الكوماندر جاي وجايب مهاجمين يهجمون على الحصن. تاني هو محرمش. يا نار أزرق. اجمع لي كل الوحوش اللي عندي اللي بيأكلوا بيشربوا ببلاش دول. اجمعهم. إيجاد باب الخروج الوحيد من هذه المتاهة. وعليهم تفادي الوحوش الذين بدورهم سيلطخون وجوه المهاجمين بالحبر ورميهم في الماء. اسعاف 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 تعال تعال. مهاجم آخر يحاول. أسرع. مهاجم آخر إلى الماء أيضا. الكوماندو يعيده إلى الداخل. مهاجم آخر. روح. يجده الوحش. استطاع الوصول. يبدو أن الوحش سيطر.